التوبة، قصة قصيرة لميخائيل النعيمي. يقرأه عليكم نزار طه حاج أحمد. قل تباركت الحياة. قلت تباركت الحياة، وماذا بعد هذا التبريك؟ قال: أتذكر كم نهيتني عن الصيد فما انتهيت؟ قلت: أذكر. ألعلك انتهيت اليوم؟ كان محدثي رجلا تخطى الأربعين، صبيح الوجه، ناعس الجفن، لطيف المبسم، خفيف الظل والحركة، وقد اشتهر إلى رشاقته في الصيد بصفاء سريرته وسخاء كفه وعفة لسانه ورقة قلبه. والحكايات التي يرويها الناس عن عطفه الجميل على الحيوان كثيرة وطريفة، منها أن هرة في بيته انكسرت رجلها، فكاد يعادي كل من في البيت عندما قر رأيهم على التخلص من الهرة بإغراقها في النار، وعكف عليها يداويها ويتداركها بالأكل والشرب حتى انجبر كسرها. ومنها أن دجاجة من دجاجاته أصيبت بالعمى، فما كان منه إلا أن بنى لها قنا خاصا بها، وراح يخدمها بنفسه فيطعمها ويسقيها من يده، ويأتيها بالأعشاب الندية التي تحبها، وينظف لها مرقدها، وقد حرم لحمها على نفسه وعلى زوجه وأولاده، ومن فك يعولها حتى انتقلت إلى جوار أسلافها فدفنها باحترام وخشوع، ويقال إنه بكى فوق مدفنها. ومما اشتهر عنه كذلك أنه على وفرة صيده ما كان يذوق شيئا مما يصطاده، وإذا سئل في ذلك كان يجيب: سبحان الله، إن يدي تطاوعني على القتل، أما فمي فلا يطاوعني على أكل ما أقتل، حسبي أني أقتل وحسب غيري أن يأكل. ولأنني عرفت الرجل عن كثب وخبرت ما فيه من فطرة طيبة، كنت كلما اجتمعت به وأصغيت إلى أحاديثه الأخاذة عن مغامرته في الصيد أبدي له دهشتي للتناقض الغريب في طبيعته. فبين هو ينفطر قلبه لدجاجة عمياء أو قطة عرجاء، إذا به لا يعرف لذة تفوق لذة البطش بحجل أو بأرنب أو بغزال. لقد حاولت جهدي أن أصرفه عن الصيد فما أفلحت. وأذكر أنني قلت له مرة على سبيل التهويل: إن الحياة من شأنها أن تتقاضانا وجعا بوجع ولذة بلذة، فنحن نتوجع ونتلذذ على قدر ما نسبب لمخلوقات الله وجعا أو لذة. ولذلك قيل من قديم الزمان: عين بعين وسن بسن. إلا أنه ما أبه لقولي، بل راح يحك في رأسه على مهل، ثم قال ببرودة متناهية: الصيد حلال، وما من لذة عندي تفوق لذة الصيد. وقد سألته غير مرة أن يحلل لي تلك اللذة من أين مصدرها، أهو في التفتيش عن المجهول أم في الحيلة البارعة يحتال بها الصياد على العصي فيذلله وعلى القصي فيدنيه، أم أنه في الرياضة البدنية التي يفرضها الصيد على الصياد؟ فكان جوابه في كل مرة أن لذة الصيد عنده هي في كل ذلك، وفي مشاعر أخرى تستعصي على التحليل، ومنها لذة الانفلات من هموم المعيشة، ولذة الانطلاق مع الطبيعة حيث يتاح له أن يتنشق عبير الصخر والتراب والريح والسحاب، وأن يسكر بأهازيج الأسحار والأغساق، وأن يغتسل بعرقه، وأن يسمع دقات قلبه وهو يعدو خلف طريدته، ثم ينهي حديثه بهزة من كتفيه ويتمتم: الصيد متعة نادرة لا يعرفها إلا الصياد، هو عيد أي عيد للروح والبدن معا.
ويا ويلي يوم يمسي هذا البدن رهين جدران أربع. مر كل ذلك في خاطري بسرعة البرق. ساعة جاءني أبو مروان يطلب إلي أن أبارك معه الحياة ويذكرني بما كان بيني وبينه بشأن الصيد، وقد اشتممت في لهجته أن تغييرا قد طرأ على تفكيره، فقلت: إن في عينيك لخبرا يا أبا مروان، هات ما عندك. فأمسك بذقنه وأطرق هنيها، ثم أخذني من يدي وأجلسني على حجر بجانبه وتنحنح وقال: اسمع، أفقت صباح أمس مذعورا من حلم رأيته في المنام، فقد حلمت أنني أرديت حجلا، وعندما لممته عن الأرض وجدت أن رمقا ما زال به، فاستللت سكيني وذبحته، وإذا به يتحول بغتة في يدي طفلا آدميا ذبيحا، وإذا بذلك الطفل ولدي الصغير فؤاد، وله من العمر 4 سنوات، وأنت تعرفه وتحبه، ولعلك لا تعرف أنه يكاد يكون معبودي من بعد ربي، وكنت عازما على الذهاب إلى الصيد في ذلك الصباح، فكاد الحلم يثنيني عن عزمي، ولكنني عدت فانتهرت نفسي لما أبدته من ضعف، لأن هو لاقم بامرأتي فإنه ما كان يليق بي. وأخذت زادي وعدتي وانطلقت، وقبل أن أجتاز العتبة لحق بي فؤاد وهو يصيح: بابا بابا. فرفعته إلي وقبلت عينيه وجبهته ووجنتيه وسألته ماذا يريدني أن أجلب له معي، فكان جوابه: حجل تبيل، أي كبير، تبيل تبيل. وأشار بيديه الاثنتين إلى حجم الحجل الذي كان يريدني أن آتيه به. أتصدق يا صاحبي أنني صرفت النهار بطوله أهبط واديا وأتسلق جبلا، فما توفقت حتى إلى ريشة من حجل. لا، لم يكن السبب قلة الحجال، فقد عثرت على الكثير منها، وقد أطلقت لا أقل من 10 عيارات على 10 حجال، فما أصبت واحدا منها. لو أن غيري أخبرك ذلك عني لسفهته من غير شك، فأنت تعرف أن أبا مروان لم يتقن شيئا في حياته إتقانه الرماية، ولكن يدي وعيني كانتا في نفار، وما كنت أدري السبب، حتى بدت أعتقد أن ذلك الحلم المزعج قد فعل فعله بأعصابي وأفكاري من غير علم مني، فما زادني ذلك الاعتقاد إلا حنقا على نفسي. لقد كنت أرفض أن أسلم بقولك إن للحياة موازين غير موازيننا، وإن فينا قوى باطنية تدفعنا على أعمال وتردعنا عن أعمال من غير أن نعرف لماذا تدفعنا ولماذا تردعنا، وإنه من الخير لنا أن نتفهم تلك الموازين فنتبناها وتلك القوى فنطاوعها. مالت الشمس إلى المغيب وليس في جعبتي حتى ولا عصفور، فحز في نفسي أن أعود إلى البيت وأن يلاقيني فؤاد وليس في يدي حجل تبيل. لقد كنت أوثر أن تحذف سنة من عمري، بل 10 سنوات، على أن أقابل ولدي الصغير تلك الليلة بيدين فارغتين، وكم تمنيت لو كانت لي قدرة يشوع بن نون الذي ورد ذكره في التوراة لأوقف الشمس وأمد من عمر النهار ساعة أو ساعتين، لعلني أوفق إلى اصطياد حجل أو طائر آخر يستعيض به ولدي عن الحجل. أخيرا غلبت على أمري وعدت أدراجي، والخيبة تنهش قلبي نهشا، والحلم اللعين يقفز في رأسي وأمام عيني، وقد أيقنت أنه كان السبب الوحيد في فشل الذريع. أما كيف كان ذلك ولماذا فما كنت أدري، ولا كنت أحاول أن أدري.
وأنا كذلك وقد هممت أن أفرغ بندقيتي وأعلقها في كتفي، وأنا أجد في السير مخافة أن يدركني الظلام في الجبل، إذا بثعلب يطفر من بين الأشواك عند عطفة في الطريق. فأرديته في الحال لا طمعا بجلده، فجلود الثعالب كما تعلم لا تنفع لشيء في هذا الفصل من السنة، ولكنني أرديته تشفيا من الطبيعة التي عاندتني كل ذلك النهار، وتشفيا من نفسي. ومن ثم فقد كنت أريد أن أستعيد ثقتي بعيني وبيدي، وأن أزحزح عن فكري كابوس ذلك الحلم المزعج. عدت إلى حيث وقع الثعلب، وإذا بثلاثة جراء صغار تطفر من بين الأشواك وتتغلل ما بين الصخور القريبة، فأدركت للحال أنني قتلت أما لثلاثة بنين، بل قتلت أما وبنيها الثلاثة، فقد كانوا قاصرين عن تحصيل رزقهم بدونها. وأحسست كأن حرابا تطعنني في قلبي، وعصيا تنهال بالضرب على رأسي. ولكن أوجاعي ما لبثت أن انقلبت دهشة ثم قشعريرة ثم غبطة، عندما أدركت الثعلبة القتيلة فوجدت في فمها حجلا كبيرا، ووجدت أن الحجل ما يزال على رمق من الحياة. لا تسل عن الأفكار والأحاسيس التي تجاذبتني في تلك اللحظة، لقد ارتكبت جريمة فظيعة ما في ذلك شك. فهذه ثعلبة ترضع ثلاثة جراء، وجراؤها عزيزة على قلبها مثلما أولادي أعزاء على قلبي سواء بسواء. ولعلها إذ خرجت في ذلك الصباح من وجارها طلب إليها أصغر جرائها ما طلبه إلي أصغر أولادي، حجل تبيل. ولعلها جالت النهار كله مثلما جلته، فما توفقت إلى صيد إلا في ذلك المكان وفي تلك الدقيقة. فمن قادني إلى ذلك المكان بعينه في تلك الدقيقة بعينها، لأسلب الثعلبة المسكينة حياتها، ثم لأسلبها وأسلب صغارها عشاء ليلتهم لأجعله عشاء لصغاري؟ وهل كانت تدري تلك الثعلبة أنها عندما اصطادت الحجل ما اصطادته لنفسها ولصغارها، بل لي ولابني فؤاد وأخوته؟ أجبني، أجبني إذا كان لديك من جواب. ولكنني ما أجبت جليسي بشيء، فتلمض كمن يأكل شيئا شهيا وعاد إلى حديثه فقال: ذلك فوق إدراكي، أما العبرة فليست فيما ذكرت، بل في أنني عندما أخذت الحجل في يدي ووضعت السكين على عنقه ثم ذبحته عاودني الحلم. وفي لحظة خلتها دهرا تراءى لي الحجل الذبيح في يدي كما لو كان ابني الصغير، فكدت أفقد رشدي، وكادت روحي تفلت من بين أضلاعي. لا تؤاخذني، فالقشعريرة تمشي في بدني الآن. ولكنها كانت لحظة لا أكثر، عاد من بعدها رشدي إلي وعادت روحي فلبستني، وأيقنت أن نية ولدي الطاهرة هي التي دبرت كل ذلك كي لا أعود إليه صفر اليدين. فلا جريمة في الأمر، ولا مبرر لتقريع الضمير. أما الحلم فما كان غير ضغط من الأضغاث. عدت إلى البيت شاكرا ربي على الخاتمة الموفقة التي اختتمت بها نهاري، وقد نسيت أو تنسيت أن الحجل الذي كنت أحمله في جعبتي ما كان من صيدي، بل من صيد ثعلبة منكودة الحظ، وأن تلك الثعلبة كانت في الواقع صاحبة الفضل في الفرح العظيم الذي كان من نصيبي ونصيب ولدي عندما ناولته الحجل. وشوت زوجتي الحجل، وأعطت الصغير فخذا وبعضا من لحم الصدر، والجو حول المائدة جو مشبع بالهرج والمرج، وبغتة صرخ الصغير صرخة المذعور، وركبه السعال وأخذ يشهق ويصيح ويتخبط بيديه ورجليه، فأدركنا أن حسكة نشبت في حلقومه، وأننا خاسروه لا محالة
إذا لم نتداركه في الحال. ومن حسن حظنا أن جارنا طبيب وأنه كان في البيت. الخلاصة يا صاحبي أن الولد نجا من الموت بأعجوبة، وها أنا يرتجف قلبي وتصدق أمعائي في داخلي كلما عاودتني صورته وهو يشهق ويتمرغ على الأرض ويطلب المدد. وسكت محدثي طويلا، ثم نهض بتثاقل وقال وهو يضع يده في يدي مودعا: قل معي تباركت الحياة، فهي تعلمنا من حيث ندري ولا ندري. قلت: تباركت الحياة، وهل يعني ذلك أنك طلقت الصيد؟ فأجاب بحدة: أو تشك في ذلك من بعد أن سمعت ما سمعت؟